السلام عليكم، أهلا بيكم في كورس من الكورسات اللي بندرسها في قسم التسويق وهو إدارة المنتج. أولا خلينا نقول إن المنتج اللي بنقدمه ده بتقوم عليه كل أنشطة المنظمة، زي إدارة المشتريات اللي بتوفر المواد الخام اللي بقدر من خلالها أنتج المنتج ده بالجودة والسعر والكمية والوقت المناسب للمستهلك عشان اقدم البرودكت بتاعي بشكل يرضي المستهلك. كمان لو شفنا إدارة الموارد البشرية بتقوم بتدبير وتدريب العمالة اللازمة لإنتاج وتسويق المنتج وهكذا. طيب احنا في إدارة التسويق بنلاقي ان المنتج ده هو بؤرة الاهتمام، حيث ان كل الاستراتيجيات التسويقية بتصمم من اجل ان يقدم البرودكت بتاعي او المنتج بتاعي بصورة جيدة ترضي المستهلك. وعشان كده مثلا لو شفنا سياسة التسعير بنلاقيها بتحدد في ضوء امكانيات المنتج وخصائصه وتكلفته ومدى وجود منتجات منافسة او بديل. مثلا استراتيجية التوزيع او استراتيجية تجزئة السوق بتصمم بناء على خصائص المنتج، لان في منتجات ما بينفعش اعمل معاها تجزئة السوق ولكن يجب ان تباع حصريا. ايضا استراتيجية الترويج بصممها حسب طبيعة المنتج، هل هو من السلع الضرورية ولا من السلع الكمالية وهكذا. يبقى معنى كده ان عندي إدارة المنتج دي مهمة؟ أيوة. طب في الكورس ده أنا هدرس إيه؟ هتناول مفهوم المنتج وخصائصه وتصنيفاته ودورة حياته وإزاي أطوره وإيه القرارات المتعلقة بيه. هل أنا هحذفه ولا أطوره؟ أنا هطور المنتجات الحالية ولا المنتجات الجديدة؟ طب إمتى أطرح منتج جديد في السوق؟ المحاضرة الأولى بتاعتنا هنتناول فيها مفهوم إدارة المنتجات ومهام مدير المنتج وإيه هي المهارات المطلوبة للقيام بمثل هذه المهارات، وأيضا تأثير تكنولوجيا المعلومات على إدارة المنتج. إدارة المنتجات هي عبارة عن مرآة السوق داخل المنظمة، ومن هنا بتأتي أهميتها، لأنها بتعمل لي إيه؟ بتوجد مجموعة من الحلول اللي بتمكن المنظمة من المواءمة بين استراتيجياتها المختلفة وبين احتياجات السوق، وبالتالي أي خلل في السوق أو المنتج أو الاستراتيجية اللي بتتبعها، سواء استراتيجية تسعير المنتج أو توزيع المنتج أو ترويج المنتج أو تجزئة السوق اللي هنزل فيه المنتج، كل ده بيأثر على بقاء ونمو واستمرار المنظمة ومن ثم على ربحية المنتج. تعالوا نشوف يعني ايه إدارة منتج. إدارة المنتج دي عبارة عن مجموعة أنشطة متكاملة بتتعلق بتخطيط المنتج وتطويره وتسويقه في جميع مراحل دورة حياته. وعلى هذا نقدر نقول إن إدارة المنتجات الفعالة بالفعل هي عامل حاسم في استمرار المنتج في السوق أو إنه يخرج ويصل لمرحلة الانحدار. طيب إدارة المنتجات دي بتقابلها معوقات شأنها شأن أي إدارة أخرى. من أهم المعوقات ان مفيش تنسيق بينها وبين الادارات الاخرى. يعني ايه؟ يعني انا كمدير منتجات يبقى لي علاقة طيبة بادارة المشتريات، لان هي توفر لي المواد الخام في الوقت المناسب وبالجودة اللي انا عاوزها، ومن ثم اقدر اقدم منتج كويس. مثلا علاقتي بادارة المشتريات، انا عايز ادرب لما عملت ديزاين المنتج بتاعي منتج جديد، عايز ادرب العمال بتوعي او اللي شغالين معايا على المنتجات الجديدة او المنتج اللي انا طورته. يبقى التدريب ده لازم يكون ليه علاقة طيبة بادارة التدريب او ادارة الموارد البشرية. كمان لو انا بعمل سياسة التبيين والتغليف، يبقى انا محتاج رو ماتيريالز
بنوعيه معينه بعلاقتي بالمشتريات. انا عايز اعرف السلع المنافسه في السوق ايه هي، ايه السلع البديله، يبقى علاقتي طيبه باداره بحوث التسويق وهكذا. لو انا في عدم اتصال جيد او علاقتي بيهم مش على وجه حسن، بالتالي هتبقى دي احد معوقات نجاح اداره المنتجات. المعوق الثاني عدم تناسب حجم مسؤولياتي كمدير منتجات مع السلطات المخوله اليا، لان هي غالبا بتبقى سلطه مدير المنتجات سلطه استشاريه. استشاري يعني ايه؟ هو ما بياخدش قرار، هو بيقول رايه، والراي ايه؟ الجهات المعنيه. طيب ازاي اقدر اتغلب على المعوقات دي؟ اول حاجه احدد ايه هي مجالات، ما دام في عندي مشاكل او مفيش تنسيق مع الادارات الاخرى، احدد مجالات التعاون، ايه مجالات الخلاف دي، وابتدي احلها مع الادارات الاخرى. لازم يبقى عندي نظام اتصالات داخل المنظمه جيد يسمح لي ان لو في اي خلاف مع اداره اخرى اني ارفعه او ابين اوضحه للاداره العليا عشان يبتدي يعمل لي حلول او يجد لي حلول واتغلب عليها باسلوب مناسب. كمان احنا يعني في السلايدز اللي جايه هنشوف مدير المنتجات ده مهامه ايه. هنلاقي مهام كتير جدا، رغم ان المهام دي كتيره جدا وانها مهمه جدا، ولكن سلطاته لا تتناسب مع مثل هذه المسؤوليات، وبالتالي لابد من منح مدير المنتجات سلطات تتناسب مع مسؤولياته. تعالوا ما نشوف مهام مدير المنتجات. بتتأثر مدير المنتجات ده طبعا، ما هيش كوبي بيست كده، ما هيش قرآن، ما هي ثابتة لكل مدير منتجات في منظمة، ده هي دي ايه مهام جنرال كده، وبتختلف حسب كل منظمة وحسب شوية حاجات كده. هنقول ايه العوامل دي بقى؟ حجم المنظمة، هي كبيرة ولا صغيرة؟ نوعها، هل هي منظمة هادفة للربح ولا غير هادفة للربح؟ هل هي ايه ثقافة المنظمة السائدة؟ هل هي ثقافة بتقوم بيهتموا بالجودة؟ هل هي ثقافة وهي منظمة بتعتمد على وحدة اتخاذ القرار، ولا هم ناس ديمقراطيين؟ ايه هو نوع المنتج؟ انا بقدم منتج ملموس، ولا بقدم سيرفيس، ولا بقدم خدمة، ولا المنظمة بتاعتي بتقوم بتقديم الافكار وانا ممكن ابيع فكرة؟ ممكن ابيع فكرة، يعني اروج اسوق اعمل المنتج بتاعي يكون فكرة مثلا زي فكرة ايه، تنظيم الاسرة، زي فكرة الإقلاع عن التدخين وهكذا. وبالتالي من أهم مهام مدير المنتجات التخطيط والإشراف على الأنشطة التسويقية الخاصة بالمنتج، رسم استراتيجية يوضح فيها رؤيتي إيه للمنتج، المنتج ده كمان سنة هيبقى شكله عامل إزاي. ليه؟ لأن السوق متغير وأذواق المستهلكين متغيرة، وخاصة في صناعات معينة زي صناعة الملابس الفاشن دي كل سيزون مثلا بتتغير. تالت حاجة أصمم المنتج بحيث يناسب حاجات وتوقعات وطموحات العميل. أربعة يحلل السوق ويشوف اتجاهات السوق والمنافسة شكلها إيه. خمسة يطور المنتج لمواجهة المنتجات المنافسة والبديلة، بحيث دايما يسعى على إشباع حاجات العملاء وكسب ولائهم. ستة توقع التعديلات الضرورية للمنتجات الحالية، وأحافظ إن المنتج يظل في ما يوصلش بسرعة لمرحلة الانحدار، وده هندرسه في شابتر كامل أو محاضرة كاملة عن دورة حياة المنتج. ستة أتخذ قرارات مناسبة، إمتى أطور المنتج، إمتى أحذفه، إمتى أستمر برغم إنه بيخسر، وهناخد برضو محاضرة كاملة عن ازاي احذف المنتج وليه احذفه من خط منتجات. يعني 8 اقدم افكار جديدة بحيث تناسب تشبه حاجات المستهلك وتناسب توقعاته. 9 احدد الظروف المناسبة لطرح المنتج الجديد بتاعي. انا بقدم شنط مدارس ما اقدمهاش في شهر 4، انا بقدم حاجة رمضان ما اقدمهاش بعد العيد، انا بعلن عن منتجعات في الصيف ما بعلنهاش في الشتاء وهكذا. عملية التايمنج دي مهمة جدا. 10 التنسيق والتعاون مع الادارات الاخرى بما يضمن لي تقديم منتجات بشكل مناسب، وهي الحتة دي ان من مهامه ان يسعى للتغلب على المعوقات اللي بتقابله. 11
انه يجري دايما البحوث الخاصه بالتغليف والتعبئه والتبيين وهكذا. يا ده مهم كتير قوي. طيب اي حد يقدر يقوم بيها؟ لا، علشان يبقى مدير منتجات قف ويستطيع ان يقوم بمثل هذه المهام لابد من توافر مهارات معينه. احنا قسمناها لمجموعتين، مجموعه المهارات الشخصيه يبقى عنده قدره على الابتكار عشان دايما يقدم لي منتجات جديده ويطور المنتجات الحاليه اللي عندي. اتنين، يبقى عنده قدره على القياده، يقدر يقود الاداره بتاعته التيم بتاعه. مهاره التواصل سواء مع داخل الاداره بتاعته او خارج الاداره داخل المنظمه او حتى خارج المنظمه مع المنافسين وفي المعارض، يروح يشوف كل جديد وايه البدائل وهكذا. يبقى شخصيه مطلعه وايضا مقنع. التحليل المنطقي، التحليل المنطقي انه يبقى عنده قدره على حل المشاكل بطريقه علميه ومقنعه. المجموعه الثانيه المهارات الاكاديميه، يبقى عنده باك جراوند كده عن بحوث التسويق، بحوث السوق وسلوك المستهلك. كل بوينت من دي احنا عاملين لها قسم التسويق عندنا كورس كامل، يعني عندنا كورس اسمه ماده كامله اسمها بحوث التسويق، ماده سلوك المستهلك. سلوك المستهلك لان المستهلك ده انا عايزه اعرف ايه الدوافع بتاعته اللي بتخليه يتخذ القرار الشرائي، وايه هي مراحل عمليه الشراء، وايه اللي بيأثر على القرار الشرائي، وايه المنظمات زي جمعيه حمايه المستهلك اخدها في الاعتبار دايما عندي. كمان يبقى مدير التسويق ده عنده فكره عن الاعلان والاتصالات التسويقيه. ليه يعني؟ طبعا لما يجي يحط سياسة التعبئة وسياسة التغليف وسياسة التبيين لازم يكون عنده فكرة عن عمليات الإعلان والترويج وما إلى ذلك. البرودكت ده هيمشي، اللون ده هيمشي معايا ولا للحجم ده هيحتاج إيه وهكذا. أيضا يبقى عنده فكرة عن المحاسبة والتمويل. ليه؟ لأن ممكن يعمل برودكت كويس قوي قوي بس بيخسرني، يبقى مش هيستمر معايا. يبقى دايما يحط ايه الكوست قدامه، يعني يبقى دايما اي تحليل او اي حاجه في الدنيا بيشوفها ايه التكلفه والعائد. طيب اتكلمنا بقى عن اداره المنتج، تعال نشوف يعني ايه المنتج. من وجهه نظري انا كمنظمه هي عباره عن شيء، خلينا نتكلم بس عن المنتج وبعدين نتكلم عن السيرفيس. شيء ملموس بيحتوي على مجموعة مواصفات وخصائص معينة، اللون والموديل والمقاس مش عارف. مثلا تعالى نشوف الكتابة، كتاب بمسكه منتج برودكت عبارة عن ورق وحبر وبونت ونظام في الطباعة والتجليد. من وجهة نظر المستهلك القارئ هو بيشبع لي حاجة معينة، حاجة فسيولوجية، حاجة اجتماعية، حاجة تحقيق الذات زي ما ناخدها في هرم ماسلو لو احنا بندرس الكورس سلوك المستهلك. ومن ثم في الكتاب ده بيضيف او بيبص للمستهلك على انه ايه، ورق لا بيبص ورق لا هو اقيم عندي كده كمستهلك من كده بكتير. ده عباره عن وسيله للمعرفه والثقافه وشغل وقت الفراغ بطريقه. رجال التسويق بيبص المنتج ده على خليط من الخصائص الملموسه وغير الملموسه، الاسم، الشهرة والعلامة التجارية واللون والغلاف والموزع والخدمات، كل ده عشان بيهدف هذه المجموعة لإشباع حاجات ورغبات وتوقعات المستهلك وتتماشى مع أنماطه الشرائية. هو المنتج ده لازم يبقى يا منتج امسكه بإيدي كده أو خدمة؟ لا، كوتلر وهو ده يعني الأب الروحي للتسويق قال انا ممكن يبقى المنتج عندي ده يبقى سلعه ملموسه ماديه اشمها وامسكها واقيسها وكده زي الاساس والكتب والملابس والمنتجات الغذائيه والدوائيه والسيارات. ماشي. الخدمات السيرفيس زي الخدمه الصحيه والتعليميه والترفيهيه والنقل وخدمه التامين وما الى ذلك. الخبرات يعني تروح تكشف عند دكتور تلاقي الفيزيته بتاعته مثلا 100 جنيه، واحد 500 جنيه، واحد 1000 جنيه حسب الخبرة أو محامي وهكذا. يعني ممكن البرودكت بتاعي يبقى منظمة زي ايه، مؤسسة 57-357، زي الجامعة، زي منظمات الأعمال، زي منظمات المجتمع المدني، زي جمعيات حماية المستهلك وهكذا. ممكن البرودكت بتاعي يبقى شخص، اذا انا ممكن اعمل تسويق لشخص. طب انت عندك المرشح السياسي مثلا او المرشح لمناصب قياديه بيقدم البرنامج بتاعه ويفضل يتدرب ونلمع فيه يعني كلام، والفنانين ولاعبين الكوره
وانتوا بتشوفوا كل شوية عقد كام وفلان اتباع بكام، وانتوا اشطر في الحاجات دي يعني. ممكن البرودكت بتاعي يبقى مكان، يا سلام، طول ما انت ماشي كده تلاقي اعلان عن المنتجعات السياحية والبرودكت ده بتاعي هتسكن في الجنة كده يعني. الاحداث، يا سلام، ماتش الكورة ده مش بيتباع، والدقيقة الاعلان، ثانية الاعلان وقت اذاعته يبقى ايه، غالي جدا. ممكن ابيع البرودكت بتاعي يبقى معلومة انت بتدخل على جوجل والفيسبوك وبتدفع. طيب، والخدمات المكتبية يعني، لحد فيكم كده حب يعمل بحث مثلا، يدخل بقى ويشوف اي معلومة، يدخل على مكتبة الكونجرس ولا مش، هتلاقي كل حاجات ايه، فيز معينة. ممكن البرودكت بتاعي يبقى فكرة، زي مثلا ما اجي اسوق فكرة الاقلاع عن التدخين او تنظيم الاخرى، تنظيم الاسرة وهكذا. المنظمة، ننتقل لنقطة تانية، هو تأثير تكنولوجيا المعلومات على المنتجات. أنا عندي المنظمة لا تعيش في فراغ، ولكن بتتأثر بالظروف السياسية واقتصادية واجتماعية وتكنولوجية وهكذا. ومع التطورات السريعة والمتلاحقة لتكنولوجيا المعلومات، وخاصة في صناعات معينة زي صناعة التكنولوجي، طب بتلاقي مثلا موديلات جديدة كل شوية في الموبايل وفي اللاب، وتطبيقات جديدة، ويمكن ما بتلحقش ان كل شوية عايز تشتري ايه، يعني موبايل جديد. وبتتأثر إدارة المنتجات زيها زي بقية الإدارات في المنظمات بتكنولوجيا المعلومات. هي المنظمات الإدارات التانية ممكن تتأثر، يعني أنا كإدارة موارد بشرية دلوقتي لازم يكون عندي برنامج تدريبي لتطبيقات استخدام الكمبيوتر في المجالات المختلفة. مش ده أثر على سياسة كإدارة تدريب؟ أنا كإدارة هندسية، إدارة مشتريات، أبقى بدخل أشتري أو أتعرف على الأنواع الموجودة في السوق للرو ماتيريالز عبر الإنترنت وهكذا. يبقى تكنولوجيا المعلومات بتأثر على كل الإدارات. وخلينا في الكورس بتاعنا اللي هو إدارة المنتجات، بيأثر إزاي بقى؟ لأنه بيتيح معلومات عن المنتج وسعره وخصائصه وطرق استعماله والمنتجات المنافسة والمنتجات البديلة. معنى كده إنه كل وهكذا بيتيح للمستهلك كل المعلومات اللي بتمكنني كمستهلك إن أخد قرار رشيد، وبالتالي ممكن اعيد الشراء. وانا بقى كمنظمة الشطارة بتاعتي ان انا السايت بتاعي او لما اجي اروج عبر الانترنت تكون فيه مصداقية عالية، عشان اضمن ان المستهلك ده، ان البرودكت ده يفي باحتياجات المستهلك، وبالتالي احتفظ بيه ويكرر الشراء. وبكده بتنتهي محاضرتنا الاولى اللي ناقشنا فيها مفهوم المنتج، سواء من وجهة نظر المستهلك أو من وجهة نظر رجل التسويق أو من وجهة نظر المنظمة، وإيه هي أنواع المنتجات سواء كانت برودكت أو سيرفيس أو خدمة أو معلومات أو أماكن زي ما شفنا. وناقشنا كمان إيه هي مهام مدير المنتجات، وشفنا قد إيه هي مهام ضرورية وكثيرة، وده بيتطلب إن مدير المنتجات ده لابد أن يكون لديه من المهارات والخبرات اللي بتمكنه من أداء المهام دي بكفاءة وفاعلية. وأخيرا تناولنا تأثير تكنولوجيا المعلومات على إدارة المنتجات. إن شاء الله تكون المحاضرة مفيدة ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.